سما الدراجي التوزيع عمرو سما على المستوى الخامس الثاني، والهدف الاول الامضاء لحسين الراجل. كره ممتازه على مستوى اللي قلق الترجي في الشوط الاول. سامويل ايدوك، سامويل ايدوك، غيلان الشعليري، ثم حسين الراجل والتصويبه. الكرة كانت من متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، حسين راقد واضح يد متوسط الميدان ياخذ المسؤولية في التصويب، وشفنا رجل يمنى. والكرة الأخيرة الخطيرة من جانب لاعب الدولي للترجي من تمهيد من غيلان الشعليري. شفناش التصويبات أمام المحور في الفترة ايسر ترجع قدام حسين الراجل، ما يضيعش الفرصه، البدايه ينفذ